في النهاية نختم معكم بنقل لألفونسو دي مارتين، وهو شاعر وسياسي فرنسي معروف، وله كتاب من 7 مجلدات اسمه تاريخ الأتراك، وكان مجلده الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيتحدث فيه عن النبي بعد أن درس حياته، يقول: أكان هذا الرجل دعيا كاذبا؟ لا نعتقد ذلك، بعد أن محصنا بالدرس تاريخه. إن الكذب منافقة الاقتناع، وليس للنفاق قوة الاقتناع، كما أن الكذب لا تكون له البتة قوة الصدق. فإذا كانت قوة الإسقاط في علم الميكانيكا هي المقياس الدقيق لقوة الدفع، فإن العمل في مجال التاريخ هو كذلك مقياس الإلهام. إن فكرة تبلغ ذلك المبلغ الرفيع ويكون لها ذلك الصدى الواسع وتعمر قرونا طويلة لهي فكرة على درجة عظيمة من القوة، ولكي تكون لها تلك القوة فلا بد أن تكون صادقة كل الصدق، مخلصة كل الإخلاص. في فقرة أخرى يقول ألفونسو دي لامارتين: غير أن عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيتكلم عن أنه هذا يدفع عنه الكذب، يقول: غير أن حياته وخشوعه وشجاعته في تسفيه آلهة قومه ومعتقداتهم، وجرأته في مواجهة سخط الوثنيين، وثباته على احتمالهم 15 سنة في مكة، ورضاه بأن يكون مثار سخرية بني قومه، بل وبأن يكاد يكون ضحيته، وهجرته ودعوته دون هوادة، وحروبه المتفاوتة القيمة، وثقته بالنجاح والظفر، ونجاته بما يفوق طاقة البشر عند الهزائم، وعفوه وحلمه عند النصر، وطموحه إلى تحقيق فكرة لا إلى بناء ملك، وصلاته التي لا تنتهي، وحواره الصوفي مع الله، وموته وما حاز من مجد بعد وفاته، كل ذلك يشهد بأننا بإزاء ما يتجاوز الادعاء، بإزاء إيمان واقتناع، فقد زوده إيمانه واقتناعه بالقدرة على بعث عقيدة.